قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تفقد اليوم مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتابع بفخر حجم الإنجاز وسير العمل الذي يتم بأياد مصرية مخلصة من عمال مصر الذين يتوجه إليهم بتوحية إعزاز لجهودهم المتميزة وسواعدهم المنتجة على طريق العمل والعطاء وتعزيز مسيرة التنمية والبناء. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تفقد اليوم مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتابع بفخر حجم الإنجاز وسير العمل الذي يتم بأياد مصرية مخلصة من عمال مصر الذين يتوجه إليهم بتوحية إعزاز لجهودهم المتميزة وسواعدهم المنتجة على طريق العمل والعطاء وتعزيز مسيرة التنمية والبناء.